يا اهلا بيكم يا ملوك التكنولوجيا. والايفون 14 قدامه اقل من اسبوع على نزوله الرسمي. خلينا نتكلم على كل الحاجات اللي احنا عارفينها قبل الميعاد الاصدار الرسمي. المفروض تدي احساس الحديقه اللي انا لابسها ده حوالين داير، يعني تحط لنا مثلا اخضر هنا اصفر هنا، فاهم؟ هتبقى باظت خالص. هتبقى حديقه. هنا في كمثرى وبرتقان وخوخ. ابل حددت الميعاد الرسمي لنزول الايفون 14 هيكون يوم سبتمبر 7 اللي جاي، اللي هو من وقت بسجل الفيديو ده 7 ايام بالظبط، اسبوع من النهارده. في توقعات شبه مؤكده وبنسبه 90% هنشوفها، زي مثلا اللي احنا مش هنشوف ايفون 14 ميني، خلاص خلصت فكره الميني، وغيرها كتير من الحاجات. خلينا نتكلم من الحاجات اللي انا واثق انها تحصل بنسبه كبيره قوي، الحاجات اللي انا مش متاكد قوي ان هي ممكن تحصل. ونبدا بالاحجام. ايفون 14 هينزل منه 4 نسخ: الايفون 14 العادي، الايفون 14 ماكس وده الجديد اللي في الموضوع، الايفون 14 برو وال14 برو ماكس. يعني هم شالوا ال14 ميني الصغير وبدلوه بال14 ماكس الحجم الكبير. حجم الشاشات هيكون واحد 6.1 انشز للايفون 14 و 6.7 انشز للايفون 14 ماكس، ونفس الكلام بالنسبه للبرو والبرو ماكس. شاشات الموبايلات متوقع انها تكون 60 هرتز ثابته في الايفون 14 و14 ماكس، وواحد ل 120 هرتز في ال14 برو وال14 برو ماكس اللي هي فاريبل فريم ريت، وفي نفس الوقت توصل 120 وناعمه وثابته زي ال13 بالظبط. ولكن المختلف هنا عن ال13 هو حاجه احنا من 2015، من 7 سنين مستنينها تحصل، من اول ما اعلنوا عن الايفون اكس. واخيرا يا جماعه رحبوا معايا باختفاء النوتش. البرو والبرو ماكس متوقع ان هم هيكون عندهم ديزاين جديد للشاشه، وهيختفي في الديزاين ده النوتش. ولكن هنا ابل مش هتستغنى عن الفيس اي دي سيستم، لانهم صرفوا عليه كتير قوي. دلوقتي الفيس اي دي اصلا بيفتح وانت لابس الماسك من تجاعيد العينين والاكسترا ديتيلز اللي هنا، فهو اوريدي جامد قوي ومش هيستغنى عنه. كل اللي هيعملوه هم هيعملوا خرمين في الشاشه، خرم الكاميرا السيلفي وخرم تاني لكاميرات الفيس اي دي والسنسورز والدنيا كلها. فالنوتش باختصار اتشالت الحواف السوداء اللي حوالين الداير وتحولت لمكانين خرمين. والمصمم المتوقع للثقب ده هو البيل لايك ديزاين، او اللي هو حبايه الدواء، يعني شكل حبايه الدواء كده بالعرض. الكاميرا الاماميه كميجا بيكسلز امكانيات ما اعتقدش انها تختلف، ولكن اللي هيختلف والاختلاف الكبير متوقع ان هو يحصل في الكاميرات اللي في ظهر الموبايل. ال14 العادي هيجي بكاميرتين زيه زي ال13، وال14 برو هيجي بثلاث كاميرات منهم الكاميرا الزوم الزياده اللي هي 3 اكس. ولكن المتوقع والمختلف هنا حاجتين. اول حاجه الكاميرا الاساسيه، بدل ما كانوا ثلاث كاميرات 12 ميجا بيكسل 12 ميجا بيكسل 12 ميجا بيكسل، الكاميرا الاساسيه هتكون كاميرا ايوه 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 خبط كده على الترابيزه 48 ميجا بكسل. وده من التوقعات اللي احنا قلناها ان الموبايلات اللي جايه بعد كده هتيجي ب 48 ميجا بكسل في الايفون، والسامسونج متوقع لو يجي ب 200 ميجا بكسل، وكل ترند التكنولوجيا الفتره اللي جايه هيكون بيزود الميجا بكسل في الكاميرات. ال 48 ميجا بكسل دول هيساهموا في حاجتين. اول حاجه هيكون شاربنس تحفه في الصور، هتشوف صور كده جميله، هتشوف صور كده هتعمل فيها زوم ان سنه هتلاقيها شارب ما باظتش من بعد ما تعمل زوم. وفي نفس الوقت الكاميرا دي هتكون بتعمل البيكسل بايندنج، اللي هي بتدمج البكسلات مع بعض، عشان لو انت مش محتاج ال 48 ميجا بكسل تطلع لك صوره ليليه كويسه جدا. والحاجه الثانيه بقى اللي هتحصل في الكاميرات واللي ال 48 ميجا بكسل قدرت اللي هي تديها، الايفون 14 برو وال 14 برو ماكس هيكون بيصوروا بدقه 8K. ابل اتاخرت شويتين ثلاثه، او بمعنى اصح اتاخرت سنتين ثلاثه في موضوع ال 8K ريكوردنج. هل هو عملي؟ مش قوي. هل هو منتشر عند ناس كتير؟ تلفزيونات 8K، شاشات 8K هتتفرج فيها على الفيديوهات 8K؟ لا. بس فكره انك تصور 8K دي حاجه جميله جدا، حاجه هتخليك الفيديو ده بعد ما يطلع كده ويتحط على كمبيوتر بعدين تزوم ان فيه، تتفرج، تعمل زوم ان في الفيديو، تشوف ايه ده كان في حد واقف في الباك جراوند مش عارف بيعمل ايه. الحاجات دي بتفرق قوي. واللي هيخلي تصوير ال 8K متاح هي حاجه اساسيه جدا في الموبايل، وهو البروسيسور. دي حته انا مش متاكد منها الاخر، لانها حاجه مش عاده ابل. ابل بقالها سنين بتعمل نفس البروسيسور في الاربع موبايلات. السنه دي متوقع ان احنا هنشوف A16 بايونيك في ال 14 برو والبرو ماكس، وال A15 بايونيك بتاع السنه اللي فاتت في ال 14 وال 14 ماكس العادي. نروح بقى للحاجه الباينه، الحاجه الروشه، الحاجه اللي احنا في تصوير فيديو النهارده قصدنا ان احنا نعملها مخصوص، وما قصدناش ان احنا نعملها جنينه زي ما احنا لابسين.
شايفين اللون اللي ورا ده؟ ايوه اللون ده لون بيربل شويه، باين في الكاميرا دي اكتر شويه ان هو بيربل مش ازرق. ده هيكون لون الايفون الجديد البرو والعادي. كل سنه بيكون تقريبا عندنا اربع الوان في البرو، اللون الابيض، اللون الاسود، اللون الجولدن، واللون الروش الجديد. السنه اللي فاتت كان اللون الروش هو اللون اللبني اللي داخل على ابيض اللي لونه تافه مش واضح هو ايه ده. الروش المتوقع السنه دي هيكون لون البيربل، اللون الموف البنفسجي، هيكون لون كده غامق شويه بس في كده لمسه حاجه جديده. فانت لما تشوفه كده ده الجديد. هو ده الجديد. دلوقتي بقى خلينا نروح للحاجات اللي احنا مش متاكدين منها للاخر، ولكن سمعنا بعض التسريبات، التسريبات دي مش مؤكده. اول حاجه سلسله الايفون 14 اللي جايه هتيجي بساتلايت كونكشنز، دي كانت تسريبات ظهرت بقوه وابل اخذت حقوق ملكيه عليها قبل الاعلان عن الايفون 13 بشهور بسيطه. ناس كتير توقعت ان اوكي ما لحقوش يحطوها، ولكن هيلحقوا يحطوها في اللي بعده اللي هو ال 14. التسريبات دي رجعت تاني مؤخرا بقوه قوي، ومتوقع ان احنا احتمال نشوف ايفون 14 بيدعم الساتلايت كونكشنز، انك لو في حته في عرض البحر مش لاقط اي نوع من الشبكه وفي امرجنسي حصلت، موبايلك يقدر يتواصل مع الاقمار الصناعيه زي اجهزه التواصل مع الاقمار الصناعيه الغاليه اللي بتتباع لوحدها بقد كده، ايفونك يقدر يعمل الموضوع ده. تاني حاجه ولكن دي ما اعتقدش خالص ان هي هتحصل، ان هم بيقولوا بما ان الايفون بقى النوتش بتاعته صغيره وكده، فاحتماليه ان هم يشيلوا فيس اي دي دي احتماليه كبيره، ويرجعوا التاتش اي دي في جنب الموبايل في زرار الباور. بصراحه ما اعتقدش تماما ان ده هيحصل، لان ابل انفستد فلوس كتير قوي 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 في الفيس اي دي، ما اعتقدش ان ده هيحصل تماما. الحاجه الثالثه ودي حاجه انا بقول اهو اللي انا يعني متاكد بنسبه 90% ان هي مش هيحصل، ان هم هيحطوا الايفونات الجديده بيو اس بي تايب سي. ليه بقول كده؟ عشان الاتحاد الاوروبي طلعوا قانون من فتره قصيره ان اي جهاز لازم هيكون بيتشحن بيو اس بي تايب سي، بس ده من امتى؟ من بعد الايفون 15 بشهر، يعني تقريبا من الايفون 16. فابل اللي هتنزل لك في ال 14 دلوقتي يو اس بي سي مش طبيعتها ومش طريقتها، وتخليك تشتري اكسسوارات لمده سنتين كمان تلم منك الفلوس، بعد كده راح منزل لك اليو اس بي سي، او لا متوقعه الصراحه من غير مدخل شحن خالص، وهيقلبوها وايرلس. ولو فكرت فيها لمده لحظه، فكره انه وايرلس دي فكره اروش كتير من فكره سلك خالص، يعني ولا سي ولا لايتنج ولا اي حاجه خالص، دي اروش قوي واغلى قوي. وبس كده، دي كانت كل التسريبات اللي احنا عارفينها قبل اسبوع من الاعلان الرسمي. اتاكد انك لازم تعمل لايك، اشترك في القناه، اعمل فولو على فيسبوك، ولو بتتفرج على فيسبوك برضو اعمل تاج لاصحابك تحت في الكومنتس. شكرا على شفت الفيديو، اشوفكم في الفيديو.